الدكتورة نبيه نعيمة، رئيسة جمعية أشاس لأطباء عين الشق البيضاء حي الشريفة. الجمعية إن شاء الله ستنظم مؤتمرها الثاني أشاس بمدينة الدار البيضاء إن شاء الله. هذا المؤتمر يخص عدة دروس فيما يخص الطب والتكوين المستمر للأطباء ومساعدتهم على تحسين الكفاءات الطبية في عيادات الطبيب وفي المصحات الطبية. الله من 12 إلى 14 مارس بالبيضاء، ويكون عن يعني حضور في القرب وحضور عن بعد عبر قنوات التواصل، ويهم كل أطباء المغرب وإفريقيا مع انخراط أطباء من ألمانيا وفرنسا. الهدف من هذا المؤتمر هو التواصل المستمر مع الأطباء والمختصين وتحسين العطاءات الطبية والفحوصية واستمرار التكوين في مجال الطب. دكتورة، المؤتمر ما هي أبرز الأسباب اللي تكون طيبة، يعني طيب شراب؟ هذا المؤتمر سيعرف حضور أطباء مختصين من مستشفى ابن رشد الدار البيضاء، ومن مستشفى 20 غشت، ومن خارج المغرب من فرنسا، وكذلك أطباء مختصين في مصحات بالدار البيضاء. هناك أطباء أجانب بعد المؤتمر سيقومون ببعض العمليات في المجال. والهدف الكبير الذي سيعرفه هذا المؤتمر ما بعد المؤتمر، هناك أطباء مختصين آتين من الخارج وسيقومون بعمليات جراحية للقلب لساكنة الفقيرة عين الشق، وهذا يعتبر من أبرز الأعمال التي يحظى بها هذا المؤتمر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.